Hello, greetings. Welcome. يا ولاد النهاردة هناخد مع بعض unit 8 in the kindergarten. النهاردة هناخد كل الشرح بتاع ال unit بتاع 8. ياريت كلنا نركز مع بعض عشان النهاردة بس هو الشرح بتاع ال unit. هناخد ال conversation time وال word time وهناخد أول حاجة مع بعض وهو ال conversation time. تعالوا بينا. مين فاكر ال conversation ديت لما الميس طلبت من منى ان هي تكتب على ال board؟ ليري يلا بينا. بتقولها منى please come to the front. منى تعالي للمقدمة. write the letter D on the board. اكتبي حرف D على السبورة. راحت منى قالت لها I don't know how. انا مش عارفة ازاي. I'm sorry miss Dina. انا اسفة يا miss Dina. راحت miss Dina قالت لها that's okay. ما تزعليش. okay let me show you how. خليني اوريك ازاي. let me show you how. راحت منى قالت لها no I can't it's too hard. برضو قالت لها ما اقدرش ده صعب جدا. راحت الميس قالت لها come on منى don't give up. يلا يا منى ما تستسلميش لا تيأسي. راحت لها hey I can do it. راحت كتبته وفرحت وقالت I can do it. انا ممكن اقدر اعملها. راحت الميس قالت لها good work منى. أعمل كويس أحسنتي. please sit down. من فضلك اقعدي. بعد كده الميس قالت لها نادت على جودي وقالت لها please help me pass out the homework. ساعديني ان انا اوزع الهومورك. حسن clean the board please. وطلبت من حسن ان هو ينظف البورد. طيب بعد كده الولاد بيسألوا بعض بعد ما وزعوا الهومورك بيقولوا what did you get. جبت كام. قالوا I got 100. جبت 100. قالوا so did I يعني وأنا كمان. تاني جزء معنا يا ولاد هو الـ practice time. والجرامر بتاع اليونت دوت كان بسيط جدا وسهل وهو verb be in the present in the past. يعني أخدنا verb be في المضارع وفي الماضي. كنا أخدناه في المضارع اللي هو am أو is أو are. طيب تمام. وعرفنا الـ am تيجي مع الـ I والـ is مع الـ he والـ she والـ it والـ are مع الـ we والـ you والـ they. طيب الماضي بتاعه يا was يا were. الwas بتيجي مع مين؟ برافو مع ال I will he will she will it. طب ال where مع ال we will you will they. طول عمرنا بناخد can يستطيع صح كده. طيب ايه البوست بتاعها؟ can في الماضي بتبقى could. can could يعني انا لو استخدمت am او is او are استخدمهم can. طب لو استخدمت was و where لا هنا بقى هستخدم could عشان الجملة كلها تبقى in the past. اخر جزء معايا في اليونت هو in the kindergarten هو ال word time. يلا بينا نقرا مع بعض المحادثه ونترجمها مع بعض ونفهم كان بيقول ايه. هنا عندي كريم باعت ايميل لادم بيقول له dear adam how are you. ازيك. when you moved away لما انتقلت we were sad كنا زعلانين جدا. we miss you very much احنا افتقدناك جدا جدا. do you miss us انت افتقدتنا. بيقول له بيحكي له بقى بعد كده بيقول له last Saturday يوم السبت اللي فات we saw Miss Dina. شفنا Miss Dina. she was our kindergarten teacher كانت مدرسة الحضانة بتاعتنا. do you remember her. remember يعني بيقول له هل انت مفتكرها تذكرها. منى and I went to her house for lunch. انا ومنى رحنا البيت بتاعها for a lunch على الغدا. she showed us old photos وورتنا صور قديمة of our kindergarten class للفصل بتاع الحضانة بتاعنا. she told some funny stories وخبرتنا بعض ال funny stories القصص المضحكة to you أيضا. she said when we were little لما أنت كنت صغير when you were little you could build enormous sandcastle كنت بتقدر تبني قلعة من الرمال ضخمة. بيقول له بعد كده when you were in the sandbox لما كنت بتدخل في صندوق الرملة at break في البريك you never wanted to get out. remember فاكر ما كنتش بتقدر تطلع أبدا منه ما كنتش بتبقى عايز تطلع منه فاكر. في الآخر بيقول له do you like Oxford هل عجبك Oxford. how is your new school والمدرسة بتاعتك إيه أخبارها. are you making a lot of friends بتعمل أصدقاء كتير هناك. please write soon من فضلك اكتب لي قريبا. وفي الآخر كتب له your friend كريم أحمد. وده كان اليونت بتاع 8 كله يا ولاد. يا رب تكونوا استفدتوا بالشرح معايا
وان شاء الله الفيديو اللي جاي ناخد براكتس كتير على اليونت، واشوفكم في فيديوهات تاني كتير. باي باي.